السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أسوي اليوم معاكم تورتة الشوكولاتة. سويتها قبل كده محشية معاكم كريمة تشيز كيك، ولكن اليوم حنسويها تورتة. أول حاجة راح أخفق البيض بالسكر والفانيليا، راح أحط معاهم معلقة صغيرة خل عشان ريحة البيض. بس يصير المزيج كريمي أبيض راح نكمل باقي المقادير. راح أخفق البيض والسكر والفانيليا معاهم وحطيت الخل، وطبعا لازم تكون عندي المقادير كلها بحرارة الغرفة، وكمان نستخدم الأكواب والمعالق المعيارية. بعد ما خفقتهم صار المزيج كريمي أبيض، راح أضيف علبة حليب الشوكولاتة 200 ملي، يعني عبارة عن كوب، وراح أضيف كوب زيت وأخفق بشويش. على بال ما أخفقهم مجرد دقيقتين بس مش أكتر، شوي عشان ما نفقد الهواء اللي دخلناه مع البيض والسكر. راح أنخل هنا المواد الجافة. نخلت المقادير الجافة، راح أحركهم سوا وراح أبدأ أشغل العجانة وأنزل شوي شوي. مجرد ما تختفي المواد الجافة راح نتوقف عن الخفق، وطبعا لازم نكشط الحواف عشان نتأكد انه كل المقادير انخلطت سوا. راح اكشط الحواف وارجع اشغل حاجة بسيطة، ما بدنا نطول بالخفق عشان ما نفقد الهواء. خلاص كده الخليط صار جاهز، شايفين تقيل شوي الخليط. عندي هنا قالبين 9 انش رشيتهم بخاخ الزيت، راح احط فيهم الخليط. سخنت الفرن على درجة 180 درجة مئوية، راح أحط صواني الكيك، يعني ممكن تحتاج من 20 لـ25 دقيقة، راح أشوف كم راح تحتاج. ما شاء الله الكيك استوى، أخذ معايا 3 ساعة بالضبط، 3 ساعة مستوى الكيك. طبعا لازم الكيك يبرد تماما قبل ما نحشيه ونحط له الغناش. راح أسوي للكيكة حشوة بغناش الشوكولاتة، وراح أسوي لها التغليف راح يكون بالشوكولاتة البيضة. طبعا نفس الحاجة بس الغناش عندي راح يكون بالشوكولاتة البيضة، والحشوة غناش بس راح أخفقه بعد ما يبرد، راح يكون شوكولاتة بالحليب. للحشوة عندي 180 جرام شوكولاتة بالحليب مع معلقة كبيرة زبدة مع كوب كريمة خفق، راح أدوبهم بالميكروويف، أحطهم بالثلاجة، بعد ما يبردوا راح أطلعهم أخفقهم بيصيروا كريمة، وراح نحشي الكيك. الغناش راح يكون شوكولاتة بيضة 140 جرام مع نص كوب كريمة مع معلقة صغيرة زبدة نص المقدار، بس الغناش راح أدوبه بعدين وقت ما أخلص. بعد 15 ثانية راح أحرك، لو حسيتها محتاجة ممكن أرجعها كمان 15 ثانية لحد ما تدوب الشوكولاتة، بس لا تزودوا الوقت. رجعتها كمان 15 ثانية لأنه المقدار كبير، شايفين كيف تصير؟ بعد ما داب الغناش راح احطه بالثلاجة، بس يبرد راح اخفقه واحشي الكيك بعد ما نقطعه. طبعا راح اكمل معاكم الكيكة، غناش الشوكولاتة راح اخفقه بالمضرب الكهربائي، والكيك راح اقطعه بالنص بالسكينة المشرشرة، ولازم مشرشرة. شايفين هاي السكينة المشرشرة؟ أفضل للكيك عشان ما يتقطع، بتقطع بسهولة. راح أقطع الكيكة من النص، حطيت شوي كريمة على القاعدة عشان تلزق الكيكة، راح أحط الكيكة. بعد ما حشيت الكيكة بغناش الشوكولاتة وغلفتها، عندي هنا غناش الشوكولاتة البيضة، يا اما بتحطوه وسائل كده على الكيكة وتخلوه ينزل على الاطراف، او انا راح ابرده شوية واخفقه وازين الكيكة بالاقماع زي ما تحبوا. بعد ما خفقت الغناش راح احط القمع بالكيس، راح اقص الكيس من تحت واعبي الكريمة فيه. طبعا صار لي زمان كتير مش مزينة الكيك، فيعني استروا ما واجهته. راح اقطع معاكم الكيكة، راح نجربها سوا.
طبعا لو الكيكه محشيه كريمه بيضة راح تبين الكريمه اكثر، بس عشان حشينا الكريمه بالشوكولاته شربتها الكيكه. راح ادوق معاكم الكيكه. بتجنن الكيكه، لذاذه مو طبيعيه. جربوها وادعوا لي ولا احلى مشروع منزلي وبتزبط معاكم.